اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير وعدد من المسؤولين. جاء الاجتماع للاطلاع على الموقف التنفيذي لعدد من الملفات ذات الصلة بالتنمية الصناعية والعمرانية في إطار استراتيجية الدولة لتطوير القاعدة الصناعية وتحديثها، وكذلك سبل توفير احتياجات القطاع الصناعي من الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة من الهيدروجين الأخضر، وذلك بالإضافة إلى الجهود الجارية لتوطين صناعة معدات ووسائل النقل محلية.